ده عايز ريلي. ده حد دخل عليهم فتح باب الحمام فاهم. ده عايز ريلي. مرحبا بكم في سلطة في حلقة جديدة من برنامجكم بلاك اند وايت مع دادي شامي. البرنامج البلاني الافخم الاجمد الاشهر الالذ 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 الالذ. عامل عم دادي؟ الحمد لله خشيت يا باشا. ان شاء الله لاباس. ان شاء الله لاباس. ان شاء الله لاباس حبيب قلبي. شايف جملة طويلة. ده قصيدة ولكن ذيس از قصيدة يا جماعة. معنا النهارده خشاجي. معنا باشا ميكس ميكسولوجي. ميكس لبناني تونسي. الله هذا ده حلو الكلام ده. ده حلو الكلام ده بالظبط. ده مش شرق للغرب. ده حقيقي. قشطه. مين معنا بقى زميلي؟ معنا الفنان نصيف زيتون. نصيف زيتون تمام. ومعنا الفنان مرتضى فتيتي. مرتضى فتيتي ملك الجراح والاحزان بالظبط. تمام كده. يا سيدي انسى. يا سيدي انسى. انسى يا سيدي. ايوه هننسى ايه بقى تقريبا. اكيد مليون في المية ان نصيف هو اللي بيقول لمرتضى يا سيدي انسى. يعني تقريبا نصيف شاف مرتضى متضايق الفتره اللي فاتت واغانيه كلها كآبة. فراح رايح له وراح قال له يا سيدي انسى. ده على حسب. علشان ما تقرفناش الاخ مرتضى برضو بيحب على نفس الوزن والقافيه كده. ده حي. ده زميلي. ده فيديو فيديو يلا بينا نحضر بقى عشان في ممكن يكون في تقطيع شرايين دلوقتي او حاجه. يا الحضره. خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل نتمنى منكم تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس وتروح على الانستغرام وتروح على الفيسبوك وتروح على التيك توك. ما تنسوش قناه دادي وشاجي بالعربي بينزل عليها فيديوهات وفلوجات ان شاء الله تعجبكم. ان رايكم فيها اخر جمال. اخر حاجه اخر جمال. دخلنا في التفاصيل عم دادا. ولا انا يا استاذ عبد الرحيم ما ندخل في التفاصيل. ايوه هو الديك. ايوه هو الديك بيبدا كوكوكو. وهو كذلك مع اني شاكك ان الصوت مش مظبوط. ايه تقول ايه؟ شاكك ان الصوت مش مظبوط. ده افتر بارتي. ده ده شمال. شكلها فيها ده شمال. قول يا عم. اي من لحظة فراقة وقلبي تعبني بعيونة واشواقة ودمعي غالبني. ايوه وبنار الحراقة ليش تعذبني ليه مجروح ومين. احب انا اللعب بالصوت ده. احب الميلودي حلو. الميلودي حلو. الميلودي حلوه. الميلودي حلوه. ده الميلودي دي زمانها ده شملت الدنيا على السوشيال ميديا. والبيت البيت جامد قوي. عارفين الفيديوهات اللي هي بتنزل في السوشيال ميديا دي اللي هتلاقي حاجه كده التيك توك دب دب ايه دي تراكات تيك توك. زي اغنيه استجراحي والامي بتاعت ناتس. فكرتني خد بالك فكرتني بيها والله. ناتس جاي. يلا ده شمل من لحظه فراقه وقلبي تعبني بعيونه واشواقه ودمعي غالبني وبنار الحراقة ليش تعذبني ليش مجروح ومين يداويني ما غفيت عيوني وليل مصهرني والله شمي شنوني وبعد قهرني يا صاحبي يا جاري ليلي صار كيف نهاري دمعي سلمى طفالي ويخالبي يا سيدي انسى اللي راح ماضي نصيب والقلب فيه راضي ارمي وراك وكفي عادي عادي وقلبي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي وليلي ويا ليلي والزعل صاير عملي قديمي. لا 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 وايه اللي حصل؟ لا لا ايه اللي حصل؟ في حاجة حصل؟ في حاجة حصل؟ ده عايز ريلي. ده حد دخل عليهم فتح باب الحمام فجأة. دي عايز ريلي. دي جامدة نهار احوس. السويتشاية جامدة بطريقة غير طبيعية. والله ما توقعت. الغير متوقع. انت عارف الفكرة في ايه؟ ان الجزء الاولاني دمار. دمار دمار. ده تقطيع شرايين. الجزء الاولاني ده. الاتنين صوتهم في كيمستري مع بعض غير طبيعية. ده حقيقي. غير طبيعية. ده حقيقي الصراحة. وانا كان عاجبني اصلا نصيف داخل بصوت معين كده وراح مرتضى داخل بطبع اعلى منه. وبعدين. فتحس ان في ستيب اصلا حصلت وبعد كده السويتشات الاخيرة. وبعدين يعني كان يدل ان التراكات كلها هتخش كده. هتمشي كده. ده حقيقي. لو هنقطع في جروحنا كلنا دلوقتي. بس والله ما تخيلت ولا تخيلت الراجل اللي ضرب بومب في الهواء. بس
انا عجبني الجزء اللي في الاول قوي قوي. ده هو كده جامد جدا خد بالك. ايه ده هو كده جامد جدا ان هي حته صغيره وقام داخل في حته ثانيه. اه ما غفيت عيوني ولا مصهر والله جن جنوني وبعد قهر يا صاحبي يا جاري ليلي صار كيف نهاري دمعي سلمى طفالي واللي في قلبي لبناني مش انت اللبناني واحد شاورما معلم يقبرني انت شفت يقبرني هالدلال والله حتى اللبناني حتى الطريه اللي في الوطن العربي حتى اللي هي البشاميل ايوه كده هي سبحان الله يا اخي تحس كلامهم اللي هو عشان كان براك عشان في ناس لبنانيين ممكن يكون بيتفرجوا علينا ولا حاجه جداد اه فاحنا لا اتعودوا بقى اه دي طريقتنا يعني دي طريقتنا والله في الهزار احنا بنهزر عادي اتعودوا بقى اه اسالوا اخواتكم التوانسه ليه خد بالك هم عارفين ايه هم عارفين بجد والله بس والله الحته اللي هم عارفين ان هم اكتر شعب حته الطريقه اللي في الوطن العربي عارف انت اللي هو ايه سمباتيك فانتاستيك بومباستيك ده حقيقي لا 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 بس شفت مش بقول لك تصيف جاي يقول لمرتضى ما تنكدش علينا اهو اهو يكفي بقى تنكد عليا اه التركه دي مجنونه دي مجنونه التايه والله انسى اللي راح وركز شوي بيكفي بقى نكد علي شد لك بدال الوحدي في مية انت صاحبني مرة بحياتي يا دنيا ردي لي العاشق جواتي القلب بيسألني وين ضحكاتي وين 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 ما بقد كان ضلوعي يوم قلبي راح مهار والشوق المحروق ساكن فيها ناحي اخوك مرتضى لما بيحب يدشملها بيدشملها الصراحه مرتضى مختار عرب مع الطبقه العاليه بتدمر زميلي صوت مرتضى بتدمر لا والله الاثنين فعلا صوت يعني مرتضى زميلي ده جعله على بعض مرتضى يعني لامس القلوب ده والحته اللي في الاخر اللي هي في اخر كل فيرس اعتقد هتيجي هنا دلوقتي برضو ان هم بيقولوا اخر كلمه مع بعض وبعد كده تقوم داخله السويتشات استنى عشان مرتضى خش بص اصلا نصيف وين اللي قالها دي وين ما قد كان ضلوعي يوم قلبي راح مهار الشوق الفعروقي ساكن فيا ناحي ودفنوني احسبكم ربي الله شكون عالم بك مقومي وحاسس بيا ترضيني اللي فيني مكفيني ويني من حنيني مخرج ده مجنون مجنون والله يا ناسي هيقلبوا حفلة يا سيدي انسى يلي رحماني اسمه نصيب والقلب في هراري ارمي ورق لا 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 دي بقى العب من الاولانيه بقول لك ايه انا مرعوب حد يطلع لنا من تحت والله احنا صوتنا عالي جدا صح حسيت كده برضه اول مره اشوف احنا قلبناها حفله اول مره اشوف البتاع كده اه احنا قلبناها حفله محتاجين نسيطر الحمد لله المزيكا هنا بس محتاجين نسيطر كاتب جنسيب طب على الهادي شفت بس على الهادي ممكن عشان الناس اللي تحت فعلا هات لي السويت شاي بس يا نسيني يا سيدي انسى يلي رحماني اسمه نصيب والقلب في هراري ارمي ورق
بيلعبوا والله بيلعبوا. استنى يا زميلي عشان في حاجات دخلت جوه عيني يا زميلي. ضفرت اللذة دي. دول بيلعبوا. يا نهار ابيض. ايه ده؟ ده انا جبت ميه سبحان الله. لا 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 كانت عايزه لسه 2 آه. يا خساره لقد ماتوا كل البنات. يا سيدي انت يعني ده ماضي اسمه نصيب والقلب في هراري ارمي وراك وكفي عادي عادي وغني يا عيني يا ليلي. حرفيا ده إيه لما تعمل فيت مفيد للطرفين وللجمهور كله. يا عم مش لازم الطرفين دلوقتي ده بجد. ايه ده يا جدع؟ ايه ده يا جدع؟ ايه الفرحه دي؟ الفيت مدي كريدت للاتنين غير طبيعي ومدينا احنا متعه جديده حرفيا. فرحه اه والله فرحه والله ما تقولش فرحه. لا لا في فرحه دخلت في المكان. انا مبسوط ان انا سمعت التراك. لا دي جامده مبسوط دي جامده والله العظيم. في شرايه جامده من اللي هي بتيجي كل كام سنه مره. دي مش بتيجي على طول. وفريحيه وصيفيه وتسمع في كل حته يعني فكره على البحر. لو متضايق تسمع الاغنيه دي عشان تعرف تصيف. بس جميله حرفيا. والصوتين الصراحه يعني مع بعض جامدين جدا. تحسش ان في حاجه غريبه. بالعكس ده حقيقي. والفيديو كليب حلو جدا. انا ما فهمتش اي حاجه منه لان انا ما ركزتش مع اي حاجه فيه. لا هو فيديو كليب مجنون. مجنون يعني. هو ماشي مع الاغنيه بالظبط. هو هتزعل هزعلك بس ما ركزتش قوي الصراحه. التايه اصلا فرحه. ده حقيقي فرحه. الفرحه عمت المكان. مرتضى بيغير جلده وانا كده هبدا اقلع عليه. لا 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 يا عم ده جلده. هي دي بوب. ده انا بحبه يعني يجي يموتني يعني. يجي يبهدلني. انا متعود عليه كده. اخوة مرتضى معلش حتة بس الدادي عشان هو تعبان. انا تعبان. بجيب مية انا من جوه والله. مش عارف الماء مالحة ليه. يكونش عرق مثلا. هو دموع البحر. انا ميت من جوه. دموع البحر. انا شايف ان احنا ننهي الحلقه دي. ننهي الحلقه عشان ما حدش يطلع كمان يشتمنا من العمارة ولا حاجه. عشان خلينا نقول ان دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معكم استر دادي شاجي السلام.